قولي بقى، احنا قلنا هنتكلم على السوشيال ميديا بعدها. بتشوف مين بيعمل مشاهدات اكتر، الراب والتراب والسكه دي، ولا المهرجانات، ولا الشعبي، ولا ولا؟ افتح الترند في الموزيك وهتشوفي مين المحتل للترند. جالك فلوس كتير من الترند؟ اكدب بقول لا. طبعا بامانه يعني طبعًا. المشاهدات دي بتجيب اللي انا بسمعه ده حقيقي؟ يقول لك يا عم المشاهد، خلي بالك انا ممكن اكون زي بعض المشاهدين، انه ممكن يكون علاقتي مش كبيره قوي باليوتيوب او يقول لك يا عم ده بيجيب فلوس كتير. حسب نجاح الاغنيه، لو انت اغنيتك نجحت بتدخل فلوس، بتدخل فلوس طبعا. اكدب بقول لا. ازاي الاغنيه تدخل لي فلوس؟ المشاهدات بتاعتها، يعني كل ما حد يشوفها يخش لي انا فلوس؟ اكيد. بتقسموها ازاي لو احنا ثلاثه؟ لا انا عندي الشانل بتاعك، روح عنده شانل. طب مين الشانل بتاعته اللي واكله الجو اكتر؟ بتمشي زي اللي كان انا مثلا اعمل مع بيك، اقول له انت مهرجان ولا مهرجان؟ واحد عندك واحد عندي. طب افرض بيك، بس بيك طماع، هيقول لك انا عايز اتنين. بيك بيك دمه خفيف، ما حدش بيعرف يقول كان طماع بيك، بس خلاص كبرنا وعقلنا. والله العظيم لا، كبرنا وعقلنا خلاص. يعني بقى كل واحد فينا اخر، يعني لما اتجوز وخلف عقل بقى ما بقاش كلنا كبرنا وعقلنا. انت في الاول الدنيا واخداكي والشهره خضاكي وبنتش من بعض، ودلوقتي خلاص بقى عرفتي مشيت، وكل واحد ربنا كرمه وهدي ورسي، وكل واحد بقى يعني هدي خلاص عقل. يعني زمان كان بيحصل مشاكل طبعا. طب مين اكتر واحد كسب من اليوتيوب او من المشاهدات بامانه؟ انت بتبقى عارف طبعا، انا ببقى عارفه مثلا زميلتي دي بتاخد كذا، انا ممكن اقول انا الاعلى اجرا، هي تقول مش عارف ايه، انا كل واحد عارف مين الاعلى اجرا في وسطنا. اكيد في وسط. اللي على قناته اكتر اغاني جابت مشاهدات اكيد. مين هو بقى؟ ما انت تقول لنا، احنا لسه نخش نقعد ندور على عم عمر. انا عايز اعرف قوي. يعني زعلوا مني اصحابي والله العظيم. يعني ده انت لو انت قلت لا مش انا. مش انا. طب ما احنا هنعرف. طب ما احنا هنخش نشوف اعلى مشاهدات. خش شوفه وقوله. مين؟ مجدي شط؟ ما لا مجدي ايه، لا خالص. ليه؟ مجدي عمل ايه؟ مجدي ما عملش حاجه. مجدي انا عامل امجاد بجد. سمعت عن الخناقات اللي بتحصل دي؟ شفت خناقات المطربين المهرجانات بتبقى عامله ازاي؟ طبعا في اغاني الناس بشوفها مصطنعه، بس لما يكون واحد بقى دخيل على المهنه وواقع خالص عايز يعمل حاجه مفتعله. لكن احنا خناقاتنا كانت على ولا حمو بيكا هو اللي عمل فيه كده؟ لا 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 خالص. ده كان في البدايه. حضرت انت الخناقه دي؟ ده كانت موتتني من الضحك. طب انت عملت ايه؟ دخلت؟ كنت في صف مين؟ مش في صف مين، هو حمو بيكا سيدة كان عيد ميلاده، بيقول لا بان بيعزم الناس او كده او مش عارف، بيقول استنوا اغاني جديده، استنوني انا مش جاي. عادي ده كان اف ايه مصر كلها بتتكلم عليه. لا بنهزر. كان بيعلن عن حفله، فبيقول صحابه، فقال من ضمنهم مجدي شط. مجدي شط طبعا قال لك انا مش صحاب. مجدي شط قال لك انا ما جاليش انفيتيشن، دعوه يعني، ومحدش قال لي على حاجه، واستنوني انا مش جاي. فقال لك انتظروني انا مش جاي. قال لك لكل جمهوري في المطريه واخواتي وحبايبي استنوني انا مش جاي. طب وانت عملت ايه ساعتها؟ انت بتبقى في صف مين في الخناقات؟ انا بموت من الضحك. انا بخلص الباقه. يا بتكلم حمو بيك تستفز ومثلا تقول له حمو انا بقول لك ايه، انا عمال اضحك ضحك، يروح هو ايه؟ حمو ده لازم يمثل. لازم يمثل؟ لازم يمثل. تفتكر لو هيعمل دور لفنان قديم مثلا، يعني لو دور في فيلم، حمو بيك ينفع مكان مين؟ عارفه حمو بيكا ده فكرني بالفنان الجميل رحمه الله عليه طلعت زكريا. الله يرحمه. على الساده ركاب ربط الاحذيه وحياه امي اللي هشوفه. انت عارف نفسي يعني نفسي يعمل نفسه مع فنان رمزي غبي منه فيه. يا خرابي يا ناس. نفسي حمو يعني. فعلا